لا شريك له في سلطانه، فله الدار على موسى.
المؤمنين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أهم الصفات التي كان يتصف بها، من أهم الأخلاق التي كان يتصف بها سيد العباد محمد عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة، الصادق الأمين. لقبه قومه بهذا، لقبتموه أمين القوم في صغره، وما الأمين على قول لمتهمين. كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، بنو قومه لقبوه بهذا. وأنت تأخذك الدهشة ويستولي عليك العجب أن رسول الله في رحلة الهجرة خلف وراءه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، لماذا؟ ليرد الأمانات إلى أهلها، إذ أن أهل مكة كانوا لا يقبلون أحدا إلا الصادق الأمين محمدا عليه الصلاة والسلام، كانوا به كافرين وكانوا في أمانته واثقين. خلف عليا ليرد الأمانات إلى أهلها. وحين نستعرض القرآن الكريم ماذا نرى؟ بلاد العراق ليلتمس العلم هناك،
يتعلم العلم هناك. وكان وقتها غلاما صغيرا أعطته أمه 40 دينارا هي ميراثه من أبيه، وقالت له: يا بني ضع يدك في يدي على التزام الصدق، عهدني على ذلك. فعاهدها على ذلك وخرج مع القافلة. وبينما هم في طريقهم إلى العراق خرج اللصوص عليهم فنهبوا كل قافلة إلا هذا، تركوه احتقارا لشأنه. لكن كبير اللصوص قال له: أمعك شيء يا رجل؟ قال: نعم، معي 40 دينارا. قال كبير اللصوص: أين هي؟ فأخرجها له وسلمها له. قال كبير اللصوص: لمجنون أنت يا رجل، كيف ترشد عن نفوذك وأموالك وتسلمها باختيارك؟ قال العارف بالله: لأنني لما خرجت من بلدي عاهدت أمي على التزام الصدق فلا أكذب أبدا، فأنا أخاف أن أخون عهد أمي. وعندئذ صرخ كبير النصوص قائلا: أنت تخاف أن تخون عهد أمك، ونحن لا نخاف أن نخون عهد الله، تبت على يديك يا رجل. فقال من معه: أنت كبيرنا في قطع الطريق، واليوم أنت كبيرنا في التوبة، وتابوا جميعا إلى الله وحسنت توبتهم. لماذا؟ لأن للقلوب دولة لا يملك مفاتيحها إلا الله. إن للقلوب دولة كلها أسرار. الفضيل بن عياض رضي الله عنه كان يعمل في بداية حياته سارقا، ونزل ذات ليلة ليسرق بيتا، وبينما هو على درج السلم والليل يلف الكون بعباءة قاتمة ليلا، إذا من فضيل بن عياض يسمع صوت صاحب البيت يقرأ قوله تعالى: ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وعندئذ تتصور قدماه على السلم ويتوجه إلى الله ويقول: يا ربي، أشهدك أنه قد كان الأوان لمن يخشع لذكرك. هذا الذي كان يعمل سارقا جاء عليه اليوم الذي أصبح فيه من أوائل العارفين بالله. نادت عليه أمه ذاك يوم وقالت له: يا فضيل. فرد عليها بصوت مرتفع وقال لها: نعم يا أمه. لكنه لما خلا بنفسه اعتبر هذا ذنبا، اعتبر هذا جريمة كفر عنه بعتق رقبة لوجه الله تعالى. أيها المسلمون أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، هذه هي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتصف بها قبل البعثة: الصدق والأمانة. والأمانة هي الرعاية لحقوق الله، فالصلاة أمانة، والصدق أمانة، وأداء الواجب أمانة، ومال اليتيم أمانة، وفعل الخيرات أمانة، والبعد عن الحرام أمانة. ولماذا لا نذهب بعيدا ونحن عندما نرى واقعنا الملموس، نرى أن الأمانة قد ضاعت وأصبحت لا مجال لها ولا وجود لها؟ فأنت مثلا تعطي بعض الناس أمانة وتقول له: خذ هذه الأمانة حتى أعود من سفري، لا وثيقة ولا وثيقة دين. وعندما تعود من سفري تقول له: أعطني الأمانة، يقول لك: وهل لك عندي من أمانة؟ تقول له:
الله في الأموال. إن رجلا تاجرا مات وكان قد صلى وصام وفعل كل الخيرات، لكنه لما مات رآه صديقه في المنام، قال له: كيف حالك بعد لقاء الله يا هذا؟ قال: لقد لقيت الله تعالى وسألني سؤالا لم أجد له جوابا. قال لي: يا هذا، لماذا كنت في الدنيا إذا أردت أن تزر بطاعتهم لماذا لم تمسح كفة الميزان حتى أن تزر للناس بطاعتهم؟ انظروا أحوالنا وأحوال أسواقنا، من يسرق ومن يغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا، ليس من غشنا فليس منا، وفي رواية: ليس منا من غش. إن الله يغار.
السلام عليكم.